السلام عليكم خويا. لا عافاك صالح الله يكبر خويا. السلام عليكم خويا. السلام عليكم. هادشي اللي وقع راه تصدمنا مفاجأة. أوه هادشي تيخلع في هاد سيرتو التربيضة. الدراري التربيضة راه ماشي ديال هادشي، وحنايا تنقولوا الأمن ديال الدار البيضاء سير الله يخليكم. وكما كنتوش نتوما راه ما غيوقع بزاف الحوايج. خلعتوا اليوم؟ واه ماشي خلع اخويا، صدمه راه ماشي وجهي ولا صفر. وانت من الصباح تشوف بنادم تيقول لك الطوموبيله فيها بزاف الحوايج، وحنا باقي ما عرفناش شنو كاين، ما عرفناش حنا تخلعنا. هذيك اللحظه باش الناس كانوا هابطين كيجريو من الخدمه. لا مو بنا هو في الدور نهار هذاك الشيء كاع اللي يهضر، كاين اللي يهرب من المدرسه، كاين يهرب من السونتر، كاين من الخدمه، كاين اللي مسكين ما عرفش تخلع. وهذيك الصدمه راه شحال من واحد كاع يقدر يكون يسخف، شحال من واحد طرا ليه شي حاجه. نورمالمون هادشي اللي تيوقع راه ما عمرو وقع هنايا، سيرتو هاد شارع الفا. ولاد السياره ما كتعرفوش انتو؟ لا ما عرفناش اخويا، كنت نعرفو انا كنت شدها انا فراسي شد بلاصه الامن. شحال من يوم يعني؟ ما فراشيش يعني. يلاه جيت اخويا دابا مع 11 دايز لقيت هادشي الزوق. اذا مشاهدينا غنعطيكم دابا حاليا البلاغ ديال المدير العام للامن الوطني تكشف التفاصيل ديال هذا الواقع اللي هزات مدينه الدار البيضاء والساكنه ديال مقاطعه سيدي بليوم. فتعلن ولايه امن الدار البيضاء ان مصالحها طبقت صباح اليوم بروتوكول امن للتعاطي مع المواد المشبوهه، وذلك بعد رصدها لسياره مهمله تخلى عنها صاحبها بزنقه جابر بن حيان في ظروف مشكوك فيها. وقد تم اخضاع السياره لفحص دقيق بواسطه الكلاب المدربه للشرطه وباستخدام معدات الكشف عن المتفجرات، فتبين انها لا تحمل اي مواد مشبوهه ولا تشكل اي خطر على سلامه الاشخاص والممتلكات. وقد مكنت اجراءات البحث والتحري من تشخيص هويه صاحب السياره الذي كان قد تخلى عنها وغادر المكان، كما تم تحديد مكانه وضبطه بمنزل عائلته، حيث كشفت المعطيات الأولية للبحث وإفادات أفراد أسرته أنه يتابع العلاج بسبب مرض عقلي. فصاحبة السيارة هذه مريض عقلي، صاحبة السيارة اللي تخلى عليها وخلاها هنا في هذا المكان ودارت هذه الضجة هذه وسط مدينة الدار البيضاء تبين على أنه مختل عقلي من بعد ما قاموا رجال الأمن بالتحريات ديالهم ومشاو للعين المكان ومشاو حتى المنزل ديالو، على حساب ما شفنا في البلاغ ديال ولاية أمن مدينة الدار البيضاء. شكرا للعناصر الأمنية على المجهودات المبذولة من طرفهم، فقاموا بواحد المجهود خرافي باش يتمكنوا من صاحب هذه السيارة هذه ويعرفوا شكون مولاها وشنو وقع معاه وشنو دار. هادشي كامل رجال الامن قاموا به، برافو لهم. غنعاود نذكركم اخوتي، نعاود نذكركم بالبلاغ ديال المديريه العامه للامن الوطني. تعلن ولايه امن الدار البيضاء ان مصالحها طبقت صباح اليوم بروتوكول الامن للتعاطي مع المواد المشبوهه، وذلك بعد رصدها لسياره مهمله تخلى عنها صاحبها بزنقة جابر بن حيان في ظروف مشكوك فيها. وقد تم إخضاع السيارة لفحص دقيق بواسطة الكلاب المدربة للشرطة وباستخدام معدات الكشف عن المتفجرات، فتبين أنها لا تحمل أي مواد مشبوهة ولا تشكل أي خطر على سلامة أشخاص وممتلكات. نعم يا فاطمة ما زادت وعلاش جالا اخبارك شنو وقع هنا؟ لا ما خباريش اسيدي خبارو ايوا بغيت وتي سالت هو شافك دابا. نكملوا معكم البلاغ واخا نسالي اللايف وانا معك صافي. وقد مكنت اجراءات البحث والتحري من تشخيص هويه صاحب السياره الذي كان قد تخلى عنها وغادر المكان، كما تم تحديد مكانه وضبطه بمنزل عائلته، حيث كشفت المعطيات الأولية للبحث وإفادات أفراد أسرته أنه يتابع العلاج بسبب مرض عقلي. فاللي دار هذا الروينة كاملة وهذا المشكل اللي شفتو على المباشر هنا بمدينة الدار البيضاء وبالضبط
منطقة أونفام مقاطعة سيدي بليوط تبين على أنه مريض عقلي، تبين على أنه مريض عقلي. حاولوا أخوتي نقربوكم من بعد التصريحات عفوا. ايوا الشنك على الصف انا بقيت تابعو فالحمد لله السياره ما بها والو، صاحب السياره مختل عقلي على حساب المعطيات اللي جات بها ولاية أمن مدينة الدار البيضاء، تبين على أنه مريض عقلي من بعد الإجراءات الأولية اللي قاموا بها. الله يدير شي تاويل ديال الخير. الساكنة ديال هذه المنطقة كانوا خايفين، كانوا مخلوعين، ما عارفين شنو اللي واقع، والحمد لله الحمد لله اللي ما وقع حتى شي حاجة خايبة. فغادي نوصلوا مباشرين على نهاية البث المباشر. حيد صاحبي حيد، غنوصلوا على نهاية البث المباشر، نلقاكم في بث آخر إن شاء الله. وصاحب السيارة تبين على أنه مختل عقلي.